مرحبا، انا احمد من لال، ورح نشوف في هذا الفيديو كيف ندور البوكس من خلال ثلاث طرق. الطريقه الاولى هي انه نستعمل هاي القطعه اللي بتطلع مع البوكس، انه نشكها بهاي الطريقه ونوصلها لان يو بي اس موصوله على الكهرباء حتى نتفادى انه تطفي فجاه بحال انقطعت الكهرباء. فرح نكون عم نوصلها بالطريقه الاولى على اليو بي اس. الطريقه الثانيه هي نستعمل الباور بانك، لازم يكون اقل شيء 3 فولت 5 امبير او 5000 ملي امبير، ونشكه بهي الطريقه مثل كانه عم نشرج التليفون. الطريقه الثالثه واللي هي الافضل بالنسبه لتضوايه البوكس هي انه نوصلها على يو بي اس راوتر. هيدي اليو بي اس اللي بعتقد كثار منا صار عندهم اياها، اللي بسبب قطعه الكهرباء عم نوصلها على الواي فاي لحتى ما تطفي. فرح نوصلها على البوكس بهي الطريقه مثل كانه عم نوصلها على الباور بانك، بنشكها بهيدي اليو اس بي. مندور البوكس ويبلش يعطينا الضوء انه هو اشتغل، رح نعمل كونكت باللابتوب مثل كانه عم نعمل كونكت على واي فاي. رح يطلع الاسم تبعول البوكس موجود عندنا هون، نضغط عليه وبنكبس كونكت. الخطوة الثانية من بعد ما نكون دورنا البوكس وعملنا كونكت عن طريق الواي فاي كونكشن، رح ننسخ هيدا اللينك او نكتبه بنفس الطريقة الموجودة عنا هون، لانه اذا كتبناه غلط ما حنقدر نفوت على موقع تاني كونه بس هيدا اللينك اللي له الاكسس على البوكس HTTP بدون اس هون، نقطتين اثنين سلاش بعدين kindergarten.com، بنحطها على التاب عنا. بحال عطانا هيدا النو انترنت كونكشن بنرجع بنجرب نعمل كونكت، بنروح لهون بنفوت. هيك بتكون فتحت عنا صفحه الكندر جارتن. وهلا من بعد ما نعمل لوج ان كمانجر رح يطلع عنا هاي الصفحه، بننزل شوي لتحت يطلع قدامنا النص المكتوب هون، كل مجموعه طلاب موجودين اسمائهم هون، كل مجموعه طلاب عندهم البوكس الخاص فيهم، وهون نقدر نشوف اسم المجموعة وأسماء الأساتذة اللي قادرين يعلموا من خلال هيدا البوكس. هن كمان أسماءهم موجودين بهيدا السطر، كمان كل بوكس له مجموعة الأساتذة تبعيته. باسورد الطلاب موجودة هون قدامنا، أما هاي باسورد الطلاب، أما باسورد الأساتذة اللي موجودين أسماءهم هون فهي اللي وصلتهم من خلال الإيميل. كانت طريقة توصيل البوكس بقلب الكهرباء إن كان من خلال الباور بانك أو اليو بي اس أو يو بي اس الراوتر. في عنا شغلة زيادة فينا نعملها، مهم نعملها كل يوم ولو حتى مرة، هي إنه نوصل هيدا البوكس بواي فاي براوتر الواي فاي من خلال هاي الطريقة. وهيدا الشيء مهم نعمله كل يوم ولو حتى خمس دقايق، ولو حتى خمس دقائق بالنهار، لحتى يقدر البوكس يعمل ابديت على التوقيت وعلى التاريخ تبع اليوم. وهلا رح نشوف كيف بنطفي البوكس لما نكون عاملين لوج ان از مانجر. بننزل للاخر، بنعمل سكرول داون لاخر الشاشه. اذا عاملين از مانجر رح يبين عنا هاي الكبسه اللي هي شت داون مود البوكس اللي لونها بالاحمر. اذا عاملين لوج ان كطالب او كاستاذ ما بتبين عنا هاي الكبسه، هي بتبين بس للمانجر. ورح نضغط عليها ونشوف كيف بيعمل شت داون. هيك بنكون عملنا شت داون للبوكس.